في الواقع الفرصة التي بين أيدينا فرصة كبيرة جدا. الجماهير التي خرجت للشوارع وللساحات للاحتجاج والمطالبة بالإصلاح، مطالبة بتغيير المؤسسات الفاشلة، الرجال الفاشلون، هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات وهذه الشهور الطويلة التي قضوها في الشوارع في الحر والبرد كلها كانت تدعو إلى التغيير، وتلك سبل طيبة، سبل سلمية طيبة وجيدة وقانونية. ولكن أفضل سبيل وأفضل طريق لتغيير الوضع وتغيير الوجوه والأخذ إلى البلد إلى مستقبل فيه نوع من الأمل هو هذا الطريق، وهو التصويت والانتخاب والمشاركة الفاعلة. وكما ذكرت أن في مناسبات كثيرة على أنه المشاركة الواسعة، المشاركة المكثفة في الواقع تفوت على الفاسدين فرصة الوصول وفرصة تجديد الوظيفة مرة أخرى. نحن بحاجة إلى أن ندعو الجماهير بشكل كبير، أنه تعرفون جنابكم أنه الأغلبية الصامتة هي أغلبية كبيرة، 70% أو أكثر أو أقل بقليل، هم في الواقع غير مؤدلجين، غير متحزبين، غير موجهين ضمن توجيهات معينة، وهناك نوع من التخاذل أو نوع من اليأس والإحباط. أقول لا إحباط ولا يأس، المرجعية عندما تشجع على أمر فإنما تشجع على أمر خير، المرجعية ما تشجع على شيء غلط. المرجعية لما تقول أشجع الجماهير على المشاركة يعني هناك بصيص أمل كبير. سمح السيد حتى نتوقف عند هذه النقطة، المرجعية كان موقفها واضح من كل الانتخابات، لكن انتخابات 21 كان بيانها أو يعني واضح جدا، وهي لا تريد أن تعود الأيادي الفاسدة لإدارة الدولة، ولا تريد أن يستخدم للمال السياسي ولا السلاح، بشكل واضح وصريح تحدثت. أيضا عدد كبير من المقاطعين عادوا وشاركوا في هذه الانتخابات، هل تتوقع سماحتك اليوم ستكون مشاركة عالية والتغيير ربما سيكون واضح في هذه الانتخابات؟ لا إشكال ولا ريب أنه حسب الوضع العام هناك الحمد لله إقبال جيد مع بيان المرجعية وتوجيه المؤسسة الدينية للناس بهذا الاتجاه. هناك أمل على أنه الناس يخرجوا، ولكن العتب كل العتب على مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات هي لم تقم بمسؤوليتها بشكل جيد، وأنت قد تسأل ليش شلون أحسنتم. شوفوا إحنا في الواقع مفوضية الانتخابات أسست مفوضية جديدة بوجوه جديدة وطاقات جديدة، ورصدت لها ملايين الدولارات على أنه يقوم بهذا العمل، وعملها لمدة شهور يعني ليس إلا. ولكن أن نأتي أنا شخصيا أن أتي إلى هنا حتى أدلي بصوتي وعندي بطاقة بصورتي ومحدثة يقول له لا، يقول لي لا يمكن لك أن تدلي بصوتك. لماذا؟ أحسنتم، يقول هذه لماذا؟ يعني علي زميلي نعم أسمعك، لكن هنالك مشكلة يتحدث عنها السيد رشيد الحسيني وهي لو سمحت حسام ليس يعني لدي الوقت التصويت الكافي. نعم 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 بشكل أخي الكريم، أخي الكريم هناك محطات حوالي 42 محطة في النجف معطلة بأعذار واهية وخلل كبير في إدارة العملية، ولكن هذا لا يجعل الناس يأسوا. أنا حرمت من إدلاء بصوتي مع أنه هذه بطاقتي محدثة، ولكن لا بد للناس أن يأتوا ويغيروا ويفوتوا على الذين هم في المفوضية ويريدوا أن يفوتوا على الناس الإصلاح، لا بد أن نقوم بعمل. شكرا جزيلا.